استخراج الدم من الخيول وبشكل خاص من الأفراس الحوامل، ممارسة تثير جدلاً واسعاً في أيسلندا، خاصة لدى نشطاء حقوق الحيوان. هذه الدماء تدر أموالاً طائلة لأصحاب المزارع، لكن كيف يستخرجون الدم من الخيول؟ وفيما تستخدم هذه الكميات الضخمة من دمائها؟ في هذه المزرعة الواقعة جنوب أيسلندا، اصطفت الأفراس واحدة تلو الأخرى داخل صناديق خشبية خصصت لغرض إجبارها على النزيف وجمع 5 لترات من دمها في عملية تتكرر بشكل دوري كل أسبوع ولمدة 8 أسابيع. بعض الخيول تتعرض للعض من الكلاب ويتم ضربها حتى تستنفد قواها، ثم ترفع رؤوسها بشكل صارم ويتم تخديرها، وترتب الألواح حول حوافرها لتقييد حركتها، ويحضر الأطباء البيطريون للإشراف على هذه العملية. من الواضح أن الخيول لا تعرف ما سنفعله، لذلك يمكن أن تشعر بالتوتر والغضب، لذا فإن كل هذه القيود تهدف في الأساس إلى حمايتها وليس التعرض للأذى في الصندوق. في أيسلندا وحدها يتم جمع دماء الخيول بكميات ضخمة تصل إلى 170 طناً خلال العام الواحد، تستخدمها الشركات بقطاع الصناعات البيطرية بشكل رئيسي في استخراج هرمون يعرف باسم ECG. يحول هذا الهرمون إلى مسحوق تحضر منه أدوية لتحسين الخصوبة لدى المواشي الأخرى كالأبقار والأغنام وغيرها من الحيوانات. منتجنا على شكل API، وهو دواء خصوبة بحت، وهذا هو العنصر الذي تستخدمه شركات الأدوية الأخرى كعنصر نشط في أدوية الخصوبة التي تصنعها. الممارسات المروعة بحق الخيول تتم في عدد قليل من دول العالم ومنها أيسلندا التي تمتلك نحو 120 مزرعة دم وأكثر من 5000 فرس حامل تتم تربيتها لغرض وحيد وهو سحب الدم منها. هذه المزرعة التي تمتلك 15 فرساً فقط يجني صاحبها ما يزيد على 70,000 دولار خلال أقل من 3 أشهر فقط كل عام. هل تعتقد أنه من المقبول أن تأخذ حصاناً خائفاً وتطعنه في رقبته لصنع دواء للخصوبة لزيادة معاناة حيوانات المزرعة الأخرى؟ هل تعتقد أنه أمر طبيعي؟ أعتقد أن معظم الناس سيقولون لا، وبالطبع هذا سيؤثر على الصورة العامة لأيسلندا. البرلمان الأيسلندي يتلقى من النواب عدداً من الاقتراحات لحظر هذه الممارسات لكنها ترفض باستمرار، لكنه أقر مؤخراً تشريعاً يسمح للسلطات المحلية بتقرير مصير هذه المزارع خلال مدة 3 سنوات. شاركونا آراءكم، كيف ترون هذه الممارسات بحق الأفراس الحوامل؟